يوسف بلايلي قاهر الأزمات يستعد للعودة والتألق مع محارب الصحراء. عاد يوسف بلايلي هذا الموسم إلى مسابقة الدوري الجزائري بعد غياب لثماني سنوات، رحلة من التألق بألوان عدد من الأندية العربية والفرنسية قبل أن يستقر هذا الموسم في فريق مولودية الجزائر. يتصدر المولودية جدول ترتيب الدوري الجزائري للمحترفين بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه بعد مرور 10 جولات. ويتألق يوسف بلايلي الذي يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف، تألق مهد لعودة إلى صفوف المنتخب الجزائري قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا في كوتيفوار في يناير 2024. يعشق بلايلي العودة من بعيد، فتاريخه مليء بأزمات نجح في التغلب عليها. في عام 2015 صدم بإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب ثبوت تعاطيه مادة الكوكايين، وفي عام 2018 تم تخفيف العقوبة ليعود مع الترجي التونسي ويحرز لقب دوري أبطال إفريقيا. ثم قاد بلايلي محارب الصحراء من قبل إلى الفوز بكأس أمم إفريقيا عام 2019 وكأس العرب عام 2021. والآن يعود إلى حسابات المدير الفني جمال بالماضي بعد غياب ليرفع راية التحدي مع المحاربين. التألق مع المولودية دفعهم إلى المساهمة في حل خلافه المادي مع نادي أهلي جدة السعودي ليصبح جائزاً للتألق في الاستحقاقات المقبلة. في تصريح لموقع كاف قال: لدينا فريق ممتاز، سنذهب إلى كوتيفوار لتحقيق نتيجة جيدة، ولما لا نفوز بالكأس؟ سجل بلايلي 9 أهداف دولية خلال 47 مباراة مع الجزائر، فهل يسجل المزيد على الأراضي الإيفوارية؟